السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عسى أن تكونوا بخير. اليوم سوف نتعرف على قصة الوحدة الجديدة وعنوانها العمل حياة. الأهداف: أن يحدد الطالب بعض المعلومات من النص المسموع، أن يجيب عن الأسئلة بعد سماع النص. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصورة، ماذا ترى؟ أحسنتم، نرى هناك دواب وعليها بضاعة. أحسنتم، ماذا يفعل العامل؟ رائع، إنه يربط هذه البضاعة على ظهور الجمال. ماذا تتوقع أن يحدث؟ هيا نستمع إلى القصة لنرى ماذا سيحدث، ثم نجيب عن الأسئلة التي تليه. هيا اسمعوا بتأني وبتركيز. أعد الأب قافلة محملة بالبضائع وقال لابنه الكبير: استعد يا بني لتعتمد على نفسك، غدا تسافر وتتاجر بهذه البضائع وتربح إن شاء الله. سار الابن مع القافلة في الصحراء وقطع مسافة طويلة، ثم أوقف القافلة وجلس ليستريح. رأى ثعلبا ضعيفا، قال في نفسه: كيف يعيش هذا الثعلب في الصحراء وهو ضعيف ولا يقوى على الصيد؟ وبعد قليل رأى أسدا وقد افترس غزالا وترك الباقي للثعلب، فقال في نفسه: سبحان الله، إذن لا داعي للسفر والتعب، سأعود بالقافلة لأبي. عاد الابن إلى بيته وقص على أبيه ما رآه من الثعلب والأسد، وقال: إن الله يرزق عباده ولا حاجة لي للسفر والعمل. رد الأب: حقا الله الرازق، لكنني أرسلتك لتتاجر وتكون أسدا يطعم الناس، لا ثعلبا ينتظر إحسانهم. العمل حياة يا بني. بعد سماع القصة، برأيك هل الحكاية حديثة أم قديمة من التراث؟ كيف عرفت ذلك؟ فكر. أحسنت، إنها حكاية قديمة. كيف عرفت أنها حكاية قديمة؟ ممتاز، لأن الوسيلة المستخدمة في التجارة هي وسيلة قديمة. أحسنتم، هي السير على الأقدام باستخدام القوافل والدواب. أما الوسائل الحديثة، من يذكر لي وسائل حديثة في التجارة؟ أحسنتم، بالطائرات أو بالسيارات، شاحنات. أحسنتم، إن هذه كلها وسائل حديثة. ماذا طلب الأب من ابنه؟ أحسنت، السفر والتجارة بالبضاعة وكسب المال. إجابة صحيحة. أين سار الابن في القافلة؟ رائع، في الصحراء. من أين حصل الثعلب الضعيف على طعامه؟ فكر. أحسنتم، حصل على طعامه من الفريسة التي افترسها الأسد، لكن لم يأكل معه، بل أكل بعد الأسد. إذن ما تبقى من الأسد تناوله الثعلب. ما العبرة التي استفدتها من الحكاية؟ أحسنت، هو العمل وكسب المال وعدم انتظار الحسنة من أحد. سؤال لكم، ماذا تفضلون أحبائي أن تكونوا، أسوداً أم ثعلب؟ ما رأيكم أن تفكروا في الإجابة؟ وسأسمع إجابتكم عندما تأتون إلى المدرسة. شكراً لكم ولحسن استماعكم، إلى اللقاء.